بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان، واهلا بحضراتكم في اخبار اون تايم. طبعا في اخبار اون تايم بيكون لنا جولة كده في اخبارنا المحلية، واكيد هنستعرض معاكم اخر الاحداث واهم الاحداث العالمية، واكيد كمان اخبارنا في الالعاب الاخرى. بس في البداية خلونا نبدأ حلقتنا باهم وابرز العناوين. الليلة مواجهة قوية بين الأهلي وبيراميدز في دوري نايل. جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية بعد الفوز على طلائع الجيش. انطلاق مهرجان العالمين الجديدة بفعاليات ضخمة وحضور جماهيري كبير. انجلترا تبدأ الاستعداد لنهائي اليورو وتدريبات قوية للمنتخب الاسباني. من اهم وابرز العناوين نروح لتفاصيل وكواليس بقى الاخبار، والبداية مع اخبارنا المحلية. فرص سليم والتصويب والهدف عرضيه الاستلام والهدف مش ممكن يصدها، يتألق يتألق عقوة الساحرة ولكن الاستلام يا سيدة، الاستلام هو كل الجمال، هو 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 مش قال يا ولد. مميز مميز مميز، لسه بقول لحضراتكم مميز. بداية أخبارنا النهاردة مع فريق النادي الأهلي ونادي بيراميدز، والمواجهة اللي هتكون قوية جدا بين النادي الأهلي وبيراميدز في 9 مساء على استاد القاهرة. وشعار اللقاء لا بديل عن الفوز دائما وأبدا. كان اللقاءات بين الأهلي وبيراميدز فيها ندية، فيها إثارة، فيها متعة، فيها قوة في اللعب. تخيل بقى لما أقولك أن اللقاء ده هيدي فريق منهم أفضلية أنه يفوز بدوري نايل في نسخة الموسم الحالي. ده هيدي للقاء طعم تاني، هيدي ندية تانية، هيدي إثارة من نوع خاص. طبعا ده لقاء مؤجل من الأسبوع الـ 14 في مسابقة دوري نايل، مواجهة مش ناقصها أي حاجة، يعني هي كل حاجة كاملة. الندية موجودة، الإثارة اللي احنا متوقعينها، المتعة اللي إن شاء الله تكون حاضرة في اللقاء كعادة لقاءات الفريقين في السنوات الأخيرة. تعد مباراة الليلة بمثابة محطة فاصلة وفارقة في مشوار الفرقتين في دوري نايل. الفرقتين كل واحد فيهم ماشي بشكل جيد جدا، بيسعى كل فريق منهم لتحقيق الفوز والعلامة الكاملة في لقاء الليلة لتعزيز بقى حظوظه في التتويج بلقب الدوري. حقق بيراميدز رقم مهم جدا ورقم وسلسلة كبيرة جدا من الانتصارات لأول مرة ليه في الدوري. قدر يفوز 14 لقاء متتالي في الدوري المصري مع مدربه طبعا اللي عامل انجاز يوريشيتش، عامل قوه كبيره جدا مع الفريق، مغير شكل الفريق بشكل كبير، مغير الاداء بشكل اكتر، مغير الروح، وده اللي احنا بنتكلم عليه دائما. كنا دايما بنتكلم ان بيراميدز بيمتلك اقوى واهم وامهر العناصر اللي موجودين، ولكن كنت تيجي في اللقاء تحس ان مش دي الروح اللي موجوده، مش دي الروح المطلوبه. السنه دي مع يوريشيتش الروح عاليه جدا، اكتر من لقاء ممكن بيراميدز يستقبل هدف زي ما احنا شايفين في لقاء المقاولين كده، ولكن يقدر يرد بهدف والتاني والتالت سريعا. قدر يفرق السنة دي حتى الآن عن النادي الأهلي ب 11 نقطة كاملة. النادي الأهلي وحامل لقب النسخة الماضية، ولسه النادي الأهلي أمامه 4 مؤجلات. طب لو رحنا للنادي الأهلي، النادي الأهلي حقق حتى الآن 12 انتصار متتالي في الدوري، وده رقم النادي الأهلي عمل زيه وعمل أكتر منه بكل تأكيد. والأهلي بيحاول يعزز فرصه للحفاظ على اللقب الأفضل بالنسبة لجماهيره واللقب المعتاد بالنسبة لجماهيره. كولر بدأ يشتغل على اللقاء من بدري، بدأ يتكلم عن اللعيبة، بدأ يتكلم على بعض الأخطاء اللي ممكن
تقع فيها أو بيقع فيها لاعبي النادي الأهلي. بدأ يتكلم على فقدان الكرات، بدأ يتكلم على الالتحامات، بدأ يتكلم على الضغط اللي لازم يكون موجود على لاعبي بيراميدز علشان عارف قوة لاعبي بيراميدز عاملة إزاي. كولر بدأ يقول عنده بعض اللاعبين متألقين، وبدأ يتكلم معاهم في أكتر من جلسة كده، زي وسام أبو علي، زي إمام عاشور، زي حسين الشحات. بدأ يركز مع اللعيبة، عايز يراهن على لعبته اللي هو واثق فيهم، وبدأ يشتغل معاهم وينمي قوتهم داخل الملعب، وينمي بعض الحاجات اللي كان فيها ناقص يعدلها علشان لقاء الليلة بكل تأكيد مهم جدا للنادي الأهلي. طب لو رحنا ليوريشيتش المدير الفني لبيراميدز اللي طلب من لاعبيه مواصلة العروض القوية، هو يوريشيتش مش عايز يخلي فيه ضغط على لعبته، مش عايز يخلي فيه ضغط أكبر من اللقاء بكتير على اللعيبة. هو قال للعيبة انزلوا اعملوا اللي انتوا متعودين عليه، انزلوا متعوا نفسكم، والمهم ليكون في فوز على حامل اللقب. طبعا بيغيب عنه بعض الأسماء اللي هتأثر معاه، يعني الليلة مش موجود رمضان صبحي مثلا مع بيراميدز، مش موجود إبراهيم عادل مع بيراميدز، مش موجود صابر مع بيراميدز. طبعا إبراهيم عادل وصابر موجودين مع منتخب الأولمبي، ولكن رمضان موقوف. وبيضع بقى يوريشيتش أمل كبير جدا على اللعيبة المتألقة معاه في الفترة الحالية، زي مين؟ زي مايلي الفرود اللي مسجل أهداف كبيرة، وبدأ مشواره كده مع بيراميدز بإهدار فرص. كان من الفراودة للناس تقول لك هو احنا مش عارفين نمسك له ماسكة، يعني هو جامد ولا بيهدر؟ هو بيجيله بيتصنع له فرص كتير جدا جدا جدا، ولكن بدأ في اللقاءات الأخيرة يسجل أكتر من هدف، وبيمتع صراحة، وكمان بدأ يصنع في أكتر من لقاء. عنده كل تأكيد مصطفى فتحي المفتاح مهم جدا، يوريشيتش بيشتغل عليه في الكرات الهجومية وبناء الهجمات، مهند لاشين وفخري لقاي في خط الوسط، وكمان فخري لقاي بيلعب كفرود أو ممكن نشوفه كوينج، شفناه في اللقاء اللي فات لعب شوية كوينج بديل لإبراهيم عادل. عنده وليد الكارتي، بلاتي توري، والشناوي، لعيبة وأسماء كبيرة جدا يقدر يعتمد عليها. طب لو جينا نبص على موقف الفرقتين في جدول الدوري، بيحتل الفرقتين المركز الأول والثاني، بيراميدز في المركز الأول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، حقق الفوز في 21 لقاء منهم 14 لقاء متواصل، تعادل في 5 مواجهات وخسارة واحدة فقط حتى الآن، سجل لعبته 49 هدف وتلقت شباكه 17 هدف. طب النادي الأهلي موجود في المركز الثاني برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة ولسه ناقص له مؤجلات بكل تأكيد، حقق الفوز في 18 لقاء منهم 12 لقاء على التوالي، وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاءين كان على إيد البنك الأهلي ونادي الزمالك، وسجل لاعبوه 54 هدف واستقبل شباكه 20 هدف. طبعا النادي الأهلي هجوميا كتسجيل أهداف سجل أكتر، الأهلي سجل 54 وبيراميدز سجل 49، ولكن الأهلي استقبل أهداف أكتر من بيراميدز، الأهلي استقبل 20 هدف، بيراميدز استقبل فقط حتى الآن 17 هدف. طب لو كملنا كده كلام واستعرضنا القائمة، تعالى نبدأ بقائمة النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز، وشهدت القائمة استبعاد عمرو السولية بسبب الإصابة وغياب واستمرار الغياب كهربا من القائمة نظرا لوجهة النظر الفنية للمدير الفني، كمان بيرسيتاو هيغيب عن اللقاء لعدم الجاهزية الفنية، فيما خرج محمد داو كريستو عن القائمة، محمود متولي، مصطفى مخلوف لأسباب فنية، وطبعا اللعيبة اللي موجودة الثلاثة اللي من النادي الأهلي مع المنتخب الأولمبي، كوكا ودبيس وحمزة من حراسة المرمى. خلينا نتكلم عن اللعيبة اللي موجودين، عندك حراسة المرمى اللي في قائمة النادي الأهلي محمد الشناوي ومصطفى شبير والزنفلي، خط الدفاع ياسر إبراهيم، عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال وكريم فؤاد، خط الوسط أكرم توفيق، حسين الشحات، إمام عاشور، كريم ندفد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، مروان عطية ورضا سليم. في خط الهجوم موجود وحيدا وسام أبو علي، يمكن وسام أبو علي من اللعيبة اللي ظهر بشكل قوي جدا مع النادي الأهلي، مدي طمأنينة للجهاز الفني للنادي الأهلي وأيضا لجماهير النادي الأهلي. وسام من الفراودة اللي مش بيتفلسف، الكورة بتجيله جوه ال 18 بيسجل على طول، أغلب أهدافه مع النادي الأهلي فيرست تايم،
الكرة جاية طويلة على طول بيزق في المرمى، الكرة ملعوبه له لونج بول بيعدل جسمه بشكل جيد وبيسدد للمرمى، لعيب هو سترايكر زي ما احنا بنقول، لعيب مقاتل بيلعب على المرمى مباشرة، ولكن المخاوف ان هو الوحيد اللي موجود في القائمة، لو لا قدر الله حصل في الامور امور، الماتش اتصعب، الماتش بقى الاهلي محتاج يسجل اكتر، حصل اصابة لا قدر الله مين هيكون موجود؟ اكيد مارسيل كولر عامل حلول بديلة، اكيد مارسيل كولر بيفكر في حل بديل، ممكن يشارك بشكل فرود، ممكن يلعب بشادو سترايكر، ممكن يلعب بحد تحت المهاجم ويزيد معاه، حلول كتير مارسيل كولر بنشوفها معاه وعملها قبل كده مع امام عاشور، بيزيد وبيساند داخل منطقه الجزاء، ممكن حسين، ممكن اكتر من لاعب عندهم القدرات دي داخل النادي الاهلي. طيب لو اتكلمنا عن عمرو السولية ليه خرج من القائمة، قال دكتور أحمد جوالة طبيب النادي الأهلي إن عمرو السولية لاعب الفريق اشتكى من ألم في عضلة السمانة خلال مشاركته في التمرين اللي أقيم امبارح على استعداد يعني هامش الاستعداد للقاء بيراميدز، ففضل ما يكونش موجود في اللقاء نظرا للآلام اللي موجودة في القدم. والسولية يمكن الناس حاسة إن هو كان هيكون مؤثر في اللقاء، ليه السولية في آخر اللقاءين شارك فيهم سجل أهداف مؤثرة، نزل وسجل وده هدف من الأهداف. السولية من اللاعبين اللي بيزيد داخل 18 لعيب ونص الملعب، ولكن بيعرف يزيد بشكل جيد وعليه تسديدات مهمة بشكل كبير وبتكون مفاتيح للنادي الأهلي وبيقدر يسجل منها. ومحدش ينسى أن كمان السولية من اللعيبة اللي بيعرف يعمل كي باس وبيعرف يعمل أسيست كويس جدا، مفتاح جيد للنادي الأهلي في أكتر من لقاء بيعتمد عليه بشكل أو بآخر. طيب بعد ما استعرضنا قائمة النادي الأهلي، تعالوا كده مع بعض نستعرض قائمة بيراميدز. وأعلن الكرواتي ريشيتشا مدير الفني لنادي بيراميدز قائمة بمباراة النادي الأهلي، في حراسة المرمى أحمد الشناوي، شريف إكرامي، يوسف نادر، في خط الدفاع محمد حمدي ومرعي، أسامة جلال، كريم حافظ والشيبي وأحمد سامي، خط الوسط مصطفى فتحي وأحمد توفيق ومهند لاشين ومحمود دونجا وبلاتي توري، محمد زلكا ومحمد رضا بوبو، يوسف أسامة، وليد الكارتي في خط الهجوم، فيستون مايلي ودودو الجباس، فخر اللقاء مروان حمدي. خلونا عشان نتكلم أكتر عن اللقاء تحكيمية معنا كابتن أحمد عادل نجم النجوم النادي الأهلي، نتكلم عن فنيات لقاء اليوم. يا كابتن أهلا بحضرتك. حبيبي هذا دايما كده بسعد وانا موجود معك حبيبي. اشكرك يا كابتن، ده من ذوق حضرتك. والنهارده لقاء الجماهير مستنيه تشوف متعه، يعني اللقاء مش ناقص يكون فيه اثاره، اللي هيكسب النهارده هيقرب لدرع الدوري. شايف اهميه اللقاء عامله ازاي النهارده، وشايف الاهلي ازاي يفرض سيطرته على فريق بقوه بيراميدز؟ اكيد ما فيش شك، يمكن انا اتوقع ان دي هتبقى من افضل المباريات على مدار الدوري، يعني بنتكلم في فرقتين كبار عندهم شخصيه ان هو ازاي بينافس على البطوله. صحيح، اكيد فريق بيراميدز عنده دوافع ان هو يحقق بطوله الدوري، وخصوصا متعرض لانتقادات كبيره جدا اخر ثلاث سنوات ان هو بيقدر ان هو يشتغل بشكل كويس لكن ما بيقدرش يحقق بطوله. اعتقد ان الدوافع عندهم السنه دي اكبر مع فريق زي النادي الاهلي، فريق بطل محتاج زي ما بنتكلم كده بلغه الكوره، اكيد مباراه بستة بونت انت بتخسر، اكيد الفريق منافس 3 بونت وانت بتطلع فوقيه ب 3 بونت. اعتقد ان النهارده اللي هيبقى عنده هدوء، النهارده اللي هيبقى عنده ثبات انفعالي، مفاتيح اللعب النهارده سواء الفرقتين هي ان شاء الله اللي هتقدر تحسم المباراه يعني لبر الامان من خلال مفاتيح اللعب. زي ما بقول لحضرتك اللي انا بشوف ان مباراه النهارده النادي الاهلي هو اللي هيبقى ليه الافضليه، يعني اللعب عنده اكتر، الانتشار عنده بيبقى كويس، التنوع في حاله الهجوم. اعتقد النهارده يعني هنشوف مباراه قمه حقيقيه ان شاء الله. خليني اسال حضرتك على بعض الاسئله اللي بتدور في ذهن جماهير النادي الاهلي عن القايمه، وجود وسام ابو علي فرود وحيد في القايمه، هل ده يسبب بعض المخاوف ولا كولر اكيد عمل حسابه؟ ومين البديل اللي ممكن يكون موجود من الاسماء اللي موجوده؟ اكيد ما فيش شك، يمكن ادرى واحد احنا ممكن نجتهد ان احنا نحط التشكيل، لكن ادرى واحد بالحاله اللي عليها اللعيبه وخصوصا في المباريات دي مهم جدا ان انت حاله اللعيبه يوم المباراه، ودي اللي الراجل بيبقى على درايه كامله بيها، انسب تشكيل خصوصا نتكلم في وسام ابو علي، من اهم الفترات الفتره الاخيره فارق مع اداء النادي الاهلي بشكل كويس، بقى لنا سنين كتير جدا زي ما كنا بنتكلم مش رقم 9 كده داخل النادي الاهلي، تالق احراز الاهداف، حسم مباريات،
اعتقد ان هو ماشي وسام ابو علي ماشي في خطه ثابته مع النادي الاهلي. صحيح. كل مباراه معدل اهداف هدف او هدفين، ده معدل جيد لاكيد فيرود رقم 9. لعيب بيلعب السهل ممتنع، مش بيتفلسف في الكوره، هو الكوره بتجيله في اي شكل، هو هدفه يسكنها الشباك بدون فلسفه. اكيد ده فيرود، هو يعني حافظ المكان كويس، يعني واضح ان وسام حافظ المكان كويس. صحيح. في لينك بينه وبين امام، بينه وبين حسين، بينه وبين قفشه لما بينزل، بينه وبين عبد القادر، تحركاته داخل. يعني دايما اقدر نتكلم على اي فرود، انا مش شرط ان انا اتحرك ان انا اخد الكوره، لكن بعرف اتحرك ازاي ان انا افضي لزمايلي للناس اللي جايه من تحت، ودي الملكه اللي عنده وسام ابو علي. اللاعب رقم 9 بيقدر من نص فرصه يحرز لك هدف في وقت صعب في المباراه، هو الحل، هو الحل اللي ممكن يفك لك لغز التحرك، ممكن يفك لك لغز بنص فرصه يجيب لك هدف، اهدافه مؤثره. فاعتقد ان يعني بعيدا عن ان يعني ربنا يكفيه شر الاصابات، اعتقد لو فضل مستمر على هذا على نفس المستوى، اعتقد ان هو هيبقى مكمل جيد لمسيره زي بتاعت عماد متعب، احمد بلال، فلافيو. وهنا بنتكلم يا قضيه، لما بتتكلم على لاعب مهم جدا الاستمراريه. صحيح. الاستمراريه ان انت تعمل 10 15 مباراه، ممكن الكيرف بينزل شويه وبعد كده ترجع تاني لمستواك. اعتقد ان وسام ابو علي في الفترات اللي ما كانش مصاب فيها قدر يؤدي بشكل كويس، وقدر يكسب النادي الاهلي ويحسم مباريات كبيره وكتير. يعني في علامة استفهام على رضا سليم. رضا من اللاعبين اللي بدايته مع النادي الأهلي كانت مبشرة جدا، لعب أكتر من لقاء، بيسجل ويصنع وبيشوط، ولعيب سريع ومهاري جدا، ولكن بعد الإصابة اللي كانت عنده في الكتف بدأ يبعد واحدة واحدة، ما بقيناش نشوفه حتى في ظل غياب بيرستاو، ما بنشوفوش كتير موجود، والنادي الأهلي فقد بشكل أو بآخر القوة من الأطراف وبدأ يشتغل من العمق. هل ممكن نشوف النهاردة دور لرضا سليم مختلف عن الأدوار السابقة، ولا لا هو الراجل مقتنع أن هو مش ظاهر معاه بشكل جيد؟ بص، انا بتكلم داخل النادي الاهلي مهم جدا الشخصيه، مهم جدا الشخصيه، لان انت عندك منافسات مع زمايل ليك، مهم جدا لما ترجع من الاصابه تتمرن، بدل ما تتمرن 100% تتمرن 150%، ان انت تخش وتاخد مكان بنفسه جديده جدا. بتكلم في كل مركز 2 أو 3 لعيبه، خصوصا في مركز رضا سليم، بتكلم في حسين الشحات، بتكلم في طاهر، بتكلم في بيرتيتاو، بتتكلم في عبد القادر، بعد فترات بيلعب عمر كمال، طاهر، لا يعني نفس طاهر، محمد طاهر. بص، منافسه جديده جدا، مهم جدا الشخصيه، ان انت دايما دوافعك متجدده، ان انت بلغه الكوره ما تهمتش. فاتمنى ان شخصيه رضا مع امكانياته، لو بنفس الشخصيه اللي انا بتكلم فيها، دايما يبقى عندك دوافع متجدده، دايما يبقى عندك حافز، دايما واخد ان ما فيش اساسي واحتياطي في الفرقه. اكيد لو الراجل انت ماشي بحاله كويسه جيده في التمرين، انت هيبقى ليك الافضليه، ودي بنشوفها دايما عبد القادر. يعني عبد القادر ممكن بيبعد شويه وبعد كده يرجع ياخد مكانه ويؤدي كويس. صحيح. لكن زي ما بقول لك يا قضاء، مهم جدا الاستمراريه، مهم جدا حجز مكان داخل التشكيله الاساسيه، زي ما بيعمل حسين الشحات، زي ما بيعمل امام، بعض العناصر اللي الراجل بيعتمد عليها، مهم جدا يبقى بنفس شخصيه اللعيبه دي. لو هتبقى بنفس شخصيه اللعيبه دي، دايما هتبقى مستمر في التشكيل الاساسي، ودايما بطالب كل اللعيبه اكيد داخل اوضه اللبس الدوافع المتجدده، ان انت ما تهمتش، ما تيأس، ممكن تقعد مباراتين ثلاثه ما تلعبش، عشان الموضوع ما يكرش معاه، يقعد 5 6 مباريات، الراجل هيشيلك من حساباته. اعتقد مع امكانيات زي رضا سليم هيضيف اكيد لتشكيل النادي الاهلي، واكيد مستر كولر محتاج، يعني محتاج كل لاعب، وده اللي بيميز اقدر النادي الاهلي. طبعا دايما عندك ال 30 لاعب جاهزين، الراجل بيقدر يعمل روتيشن، بيقدر يعتمد على عناصر. شوف ان من اميزها عمر كمال، الراجل لما بيبعد شويه وبعد كده بيرجع بياخد، بيأثر مع اداء الفرقه، الراجل عنده مرونه تكتيكيه بشكل كبير جدا. في اي مركز من المراكز بيقدر يأدي لك الغرض والدور اللي بيطلبه منه الراجل، فاتمنى ان رضا سليم يبقى بنفس الشخصيه. طب لو اتكلمنا على بيراميدز في لعيبه كتير حريفه كوره ولاعيبه كوره زي ما احنا بنقول كده، فمين اللعيب اللي شايفه هيكون عامل ضغط على لاعيبه النادي الاهلي؟ يعني لو اتكلمنا نتكلم على كارتي ولا مصطفى فتحي ولا فخري لقاي ولا فيستون مايلي ولا ولا ولا، فشايف مين اللعيب اللي اتحذر منه النهارده؟ بص، انا هكلمك ان بيراميدز الميزه اللي وصل لها او اللي اكتسبها او اللي الراجل اضاف لهم بشكل كبير جدا، ان هو اللعب الجماعي. صحيح. بعكس السنين السابقه انت كنت بتعتمد على رمضان صبحي، كانش بيبقى فيه نتائج في الاخر، بتعتمد على مصطفى فتحي فردي، ما فيهاش فيه نتائج في الاخر، بتعتمد على عبد الله السعيد قبل ما يمشي يروح الزمالك.
مبقاش فيه نتائج، لكن الميزه اللي ما يميز فريق بيراميدز السنه دي هي الجماعيه في الاداء. الجماعيه في الاداء، الهدوء في اوضه اللبس. لو هتقدر تقول مفاتيح لعب تقدر تكسب بيراميدز، اقدر اقول لك مثلا فخري لقاي. فخري لقاي فرود برخم بلغه الكرة، رخم يعني ما بيسيبش اي مدافع يلعب، سهل ممكن يقطع من قدامك وانت التحاماته قويه جدا، سريع جدا، التحاماته قويه جدا، اللعيبه بتلعب عليه مدياله ثقه. اتكلم في وليد الكارتي، انا بشوف من احسن ثمانيه. لما بتتكلم على السوريه بتتكلم على امام، كمان لعيب رقم ثمانيه لو بيخش الصندوق وبيقدر يحرز لك هدف، بيقدر يجي من تحت بعيدا عن الرقابه. لا لعيبه مصطفى فتحي المهاره الفرديه وحسم الامور او ممكن من سروبات يقدر يوصلك ان انت تحرز هدف. مهم جدا في الاخر الترجمه اللي بيعملها فخري لقاي، اللعيبه اللي جايه من تحت دي ابرز العناصر. يعني عندك الشيبي انا بشوف ان هو يعني لو كنت تتمنى ان هو كان يبقى لعيب مصري، ان هو يبقى موجود في منتخب مصر، لان من اللعيبه الاقوياء جدا. يعني من كلام حضرتك ان الاهلي بيمتلك عناصر قويه جدا، مدير فني على مستوى بيراميدز نفس الكلام، ما فيش اي حاجه تخلينا النهارده ما نشوفش كوره قويه ولقاء قوي يليق بالكره المصريه. كابتن احمد شكرا جدا لحضرتك. واحنا كمان على ذكر كمان الماتش، في طاقم التحكيم هيكون طاقم تحكيم اسباني بقياده خافير البيرولا، حكم ساحه وبيساعده الفريدو رودريجيز حكم مساعد، وخورخي بوينو وفيكتور جارسيا حكم رابع، على تقنيه الفيديو سيدور دياز وبيساعده ماتيو بسكيتس. طبعا طاقم حكام اسباني نتمنى ليهم كل التوفيق. طب بعيدا عن لقاء الاهلي وبيراميدز، الصفقات الجديده لفريق النادي الاهلي، نادي الاهلي من بقاله فتره بيبدا يتكلم مع النادي المجري على بن رمضان، والصفقه تكون موجوده، الاهلي عاوز يكون موجود معاه في الانتقالات الصيفيه القادمه، وبيفكر في ضم اللاعب. النادي الاهلي حاطط 750 الف دولار في الصفقه، والعرض مش هقول لك اقل بكتير من الصفقه او من الفلوس اللي عايزها النادي المجري، ولكن هم عايزين في اللاعب 3 مليون دولار. متهيألي هيكون لسه في تواصل بين النادي الاهلي وبين النادي، في رغبه من اللاعب بن رمضان يكون موجود داخل النادي الاهلي بكل تاكيد. طب خلينا سريعا نروح لاخبار نادي الزمالك. نادي الزمالك بيواصل انتصاراته، بيحقق فوز جديد بالامس على طلائع الجيش في اللقاء اللي كان مؤجل من الاسبوع 16 بهدفين مقابل هدف. سجل يوسف اوباما الهدف الاول، ثم ركله الجزاء يسجلها عبد الله السعيد، وبيسجل الهدف الوحيد لنادي طلائع الجيش طبعا في اخر اللقاء في تقريبا الدقيقه 69. نادي الزمالك بيواصل الانتصارات، عاوز يروح لمكانه الطبيعي في المربع الذهبي. المدير الفني جوميز بيبدا يدي فرص لبعض اللاعبين الشباب، عمل كده في ماتش الاسماعيلي، عايز يطلع بعض العناصر ويشوف بعض العناصر لما يتضغط عليها وتلعب مع الفريق الكبير وتلعب مع الضغط المباريات هتظهر ازاي علشان يعتمد عليها. جوزيه جوميز كمان عاوز يحط اسماء اللاعبين الراحلين والصفقات اللي محتاجها خلال الفتره القادمه. نتمنى الشباب يظهروا بشكل قوي، يمكن ظهروا بشكل كويس في ماتش الاسماعيلي بس ما كانش فيه اللعب بقوه، ما كانش فيه القتال على كل كوره، ده اللي كان ينقص اللاعبين الشباب في لقاء نادي الاسماعيلي من نادي الزمالك. وعلى فكره لو فاكرين حضراتكم نادي الزمالك بنى موسم واتنين على لعيبه الشباب اللي كانوا موجودين عنده زي لما كان بيلعب حسام عبد المجيد ونيمار وسيف جعفر وغيرهم من اللاعبين اللي طلعوا من قطاع ناشئين نادي الزمالك. واكيد هو عايز يطلع مجموعه من اللاعبين، شايفين ايشو، شايفين غيرهم محمد السيد وعمار، لعيبه عندها مستقبل واعد، وينقصهم بعض التركيز وانهاء الهجمات. طبعا ده هدف عبد الله سعيد من ركله الجزاء في لقاء نادي الزمالك وطلائع الجيش بالامس. طب سيبنا نادي الزمالك ولقاء الامس ورحنا كده مع بعض لمنتخبنا الاولمبي. منتخبنا الاولمبي اللي هيخوض النهارده اول تدريب ليه في فرنسا، واللي بيستعد لمواجهه وديه امام اوكرانيا المقرر ليها بعد الغد يوم الاحد في اطار الاستعداد لمشاركه في دوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024. طبعا نتمنى ليهم التوفيق بكل التاكيد، والقرعه اسفرت ان منتخبنا هيكون موجود ضمن المجموعه الثالثه برفقه كل من منتخب اسبانيا والدومينيكان واوزباكستان. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله يعودوا بميداليه اولمبيه. من الاحداث الجميله، وبقينا خلاص بنستنى
كل صيف وبنستنى كل أجازة صيف والفترة اللي موجودين فيها من كل سنة علشان نروح للعالمين ونشوف مهرجان العالمين، وحاليا مهرجان العالمين ال 2024 اللي انطلق امبارح وشهد أول أيامه أكتر من فعالية بصراحة، فعاليات فنية وترفيهية كان أبرزها عرض كامل للملاعب اللي هيكون عليها الفعاليات، بجانب إقامة حفل للفنان الجميل مدحت صالح اللي أدى بقى أداء قوي جدا، تفاعل معاه الجماهير مع كل الأغاني سواء أغاني اللي بيغنيها أو أغاني من التراث عاد إحيائها، والناس تفاعلت معاه بشكل قوي جدا بخلاف الفنان الكبير مدحت صالح. الناس كمان مستنية النهاردة، بدأت الناس تسافر للعالمين من دلوقتي على طول في انتظار النجم الكينج محمد منير، هيكون ليه حفل اليوم طبعا بكل تأكيد جماهيرية كبيرة جدا للنجم محمد منير بعد نجاح كل حفلاته. السنة اللي فاتت كان ليه حفل كبير جدا في العالمين، تعالوا نشوف تقرير عن فعاليات اليوم الأول من مهرجان العالمين الجديد ونرجع نكمل كلامنا. والله كويس الحمد لله، كويس متجمع حاجات كتير فيها ممثلين، فيها مغنيين، فيها حاجات كتير كويسة، يعني ضم كل أطراف المجتمع الصراحة، وضم ناس كتير مهمة وناس كتير متفتحين على الدنيا كلها الحمد لله. كل سنة العالمين بتختلف، باين جدا المجهود. النهاردة أول يوم المسرح الروماني وأنا مبسوط جدا، ده يعني المنظر الجميل ده حاجة مشرفة بجد، حاجة مشرفة. نفسي أولمبياد باريس دلوقتي يكون مع المهرجان اللي احنا شغالين فيه دوا، يبقى في حاجات حلوة في باريس، حاجات تفرح مع المهرجان، ميداليات، احنا عايزين ميداليات لمصر مع المهرجان، مع المناسبة الجميلة دي. بصراحة حاجة عمرنا ما شفناها قبل كده في الساحل، يعني المباني جميلة، المسارح جميلة، الدنيا كلها حلوة، الساحل بشكل تاني خالص غير اللي احنا كنا متعودين عليه زمان. يعني الدنيا هنا لذيذة جدا يعني، والشباب كلها مبسوطة يعني الحمد لله. حاجة انت مبسوط؟ انا مبسوط الحمد لله، الدنيا زي الفل الحمد لله، يا رب كلنا نبقى سعداء. حاجة دولية جدا كويسة جدا، يعني طرق مصروف عليها كويس، والمباني برضو نفس الكلام، الأجواء يعني أوروبية خالص مش مصرية خالص. بصراحة يعني خدمات ممتازة وخدمات جديدة، خدمات متميزة جدا بصراحة، الواحد مبسوط باللي احنا وصلنا له دوت. انا مبسوط طبعا ان انا موجود في مهرجان العالمين، وان انا ابقى موجود في احتفال كويس وطبعا مع مطرب كبير زي اللي جوه استاذ مدحت صالح، فدي حاجه تفرحني وتخليني منبسط. تشوف مين من نجوم الاهلي هنا صراحة؟ تفتكر تشوفهم كلهم الرياضة؟ لا هي الصراحة لا تنقص شيء، كفاية بس الجو الكويس والممتاز، اي حد ممكن اي لاعب كرة يتمنى ان يجي هنا اصلا. يعني الجو لذيذ عن القاهرة جدا لانها مدينة ساحلية، وانا مبسوط جدا ان انا في احتفال زي ده، وشرف كبير ليا ان انا في حفلة استاذ مدحت صالح. المدينة جميلة وجوها جميل والناس اللي فيها كويسة جدا، ومبسوطين قوي باللي احنا فيه ده. لا الصراحة العالمين جميلة جدا ومدينة جميلة، ممكن نعمل فيها حاجات كثيرة جدا. هي بجد حلوة قوي، يعني انا اول مرة اجي، بس هي بجد تحفة تحفة، يعني بقت متطورة جدا بصراحة. انا اول مرة اجي فيها، بس كجو وككل حاجة عجبتني جدا. الجو هنا صراحة جميل، وبسطت جدا بالأجواء والدنيا، الشو كمان عجبني قوي وبسطت الصراحة يعني جدا. لا حلوة قوي واتبسطت فيها، اتمنى ان انا اكمل استفنة. مش ناقصة حاجة، كل حاجة فيها وهي حلوة، انا اول مرة اجيها بس هي حلوة قوي، يعني من اجمل المهرجانات اللي شفتها في حياتي، يعني تحفة جدا. يعني انا تاني مرة على التوالي اللي انا اجي هنا في حفلات المهرجان، بس لا بجد حسيت ان انا ببقى مبسوطة، ببقى عايزة كل سنة ان انا اجي، حاجات جميلة. لماذا تحبون العالمين؟ انا بحبها يعني عشان انا حاسه ان العالمين هيصه، وانا بحب قوي الهيصه والحفلات جدا، بموت فيهم. وانتي؟ بحب العالمين قوي عشان بحب كل الناس اللي بتغني. انا بحب العالمين عشان هي فيها اغاني وبحبها قوي قوي قوي. العالم عالمين، العالم عالمين.
عشان كده في مهرجان العالمين عشان نشوف اطفالنا الجمال دول سعداء وبيتكلموا بمنتهى الجمال قد ايه. الشباب كمان بيتكلموا عن التنظيم، بيتكلموا عن اجواء مهمه جدا، بيتكلموا ان في فعاليات كتيره وقد ايه التنظيم مهم وقد ايه كل حاجه مهتمين بيها. الشباب اتكلمت في اكتر من نقطه تالي الناس ممكن ما تركزش فيها، بس فكره الطرق، المنشات، الشكل، المباني، كل تفصيله موجوده داخل العالمين علشان الناس تكون سعيده. العالم فعلا اصبح عالمين. واحنا كمان معانا مراسلنا عمرو مختار اللي احنا بقى كلنا قاعدين بنقول له يا بختك انت قاعد وتستمتع وشايف كل الاجواء، وعايزينك بقى تنقل لنا كل حاجه حصلت من امبارح. يمكن الناس سعيده بكل الاجواء، وده لسه اول يوم، واللي جاي اكيد هيكون اجواء اقوى وافضل من كده ان شاء الله دائما وابدا. عايشنا معاك في الاجواء. تحياتي ليك زميل عزيز محمد طارق قضا، تحياتي لكل مشاهدينك الكرام. يمكن فعلا اجواء اكثر من رائعه، الواحد مستمتع، الجو الجميل، يمكن نسبه رطوبه قليله جدا، درجه حراره مناسبه جدا. يمكن دلوقتي احنا على في منطقه الفيست اريا، المنطقه اللي فيها جميع الملاعب. خليني اقول لك في البدايه، يعني اول انطلاق المهرجان كان امس، هيستمر لمده 50 يوم. انا اقول لك المهرجان السنه دي مختلف، وبعد نجاح الدورة الأولى ويعتبر دورة يعني تأسيسية للمهرجان ونجاح الباهر اللي حققه المهرجان، يمكن كان على إدارة المهرجان إن هي كان في تحدي كبير جدا إن هي هتعمل حاجات مختلفة جدا. يمكن أقول لك أكثر من 300 فعالية هتكون داخل المهرجان هذا العام. يمكن المهرجان منقسم إلى 5 مهرجانات: مهرجان الموسيقى، مهرجان الرياضة، مهرجان الترفيه، مهرجان الطفل، ودي حاجة شيء جميل جدا هنا شايفينها في مهرجان العالمين، وايضا مهرجان الطعام. خليني اقول لك مهرجان الموسيقى هي بقى بدايه الحفلات والنجوم الكبيره، اولها ان شاء الله النهارده حفلة الفنان الكبير محمد منير، اللي يمكن التذاكر نفذت في أورا إعلان وجود الكينج في أولى حفلات المهرجان العالمين. وطبعا هيكون فيه الفنان عمرو دياب، ماجدة الروم، هيكون كاظم الساهر، هيكون أيضا مفاجآت. يمكن إدارة المهرجان قالت إنه هنشوف مفاجآت داخل أثناء المهرجان، هيكون فرق موجودة، فرقة كاريوكي، هنشوف حمزة نامر، هنشوف مفاجآت كتير جدا جدا. ايضا هنشوف هناك يعني حفلات مجانيه، حفلات بمبالغ بسيطه. خليني اقول لك برضو ما يخص الرياضه بقى، يمكن الرياضه هنا الملاعب في الفيست اريا، ملاعب كره قدم، ملاعب كره طايره، سله، ملاعب بدل، يعني كل المنافسات هتكون دي. اثناء الفعاليات مش من حقك ان انت تخش، لكن بعد ما الفعاليه تخلص بعد اليوم على طول، يمكن الفعاليه ممكن تبدا من الساعه 8 الصبح تخلص الساعه 12 الساعه 1، من حقك انت كجاي تزور العالمين، مشارك في المهرجان او جاي تتفسح، تأجر وتخش وتلعب وتتبسط على البحر. يمكن إدارة المهرجان مخصصة مثلا شط من أكثر الشواطئ جمالا هنا في مدينة العالمين. أيضا زي ما بقول لك كده محمد، الأجواء أكثر من رائعة، وننتظر أيضا المزيد إن شاء الله، وننتظر السحر والجمال والمفاجآت اللي أعلنت عليها إدارة المهرجان. يمكن ده كل ما لدينا هنا من مهرجان العالمين والعالم عالمين. محمد، دائما وابدا في تطور موجود في العالمين، ودوره قويه جدا بدايه ليها مع مدحت صالح، وعلى طول النهارده الكينج محمد منير. شكرا جدا ليك يا عمرو، عايشتنا معاك في الاجواء، واحنا كلنا هنا كل الكرو عايز يخلص الحلقه وعلى طول نجي لك ونحضر معاك حفله الكينج، وان شاء الله دائما في تطور كبير. شكرا جدا عمرو مختار على رساله المهمه جدا، ودائما هنكون متواصلين معاك ونستمتع معاك بالاجواء. خلونا دلوقتي نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرات اخبار اون تايم. استنونا. روح
نروح للتجديف بقى في بداية أخبارنا، وفي إطار استعدادات المنتخب الوطني للتجديف الشاطئي لبطولة العالم في مدينة جنوة طبعا بإيطاليا، ولتقام عقب انتهاء فعاليات أولمبياد باريس، وتحديدا خلال الفترة من 6 ل 8 سبتمبر. استقرت لجنة التجديف الشاطئية برئاسة اللواء شريف القماتي رئيس اللجنة ونائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف وعضو اللجنة المصرية الأولمبياد الأولمبية المصرية، معسكر تدريبي لمدة 10 أيام لإعداد لاعبي المنتخب، وفي أداءات قوية جدا وبصراحة فعاليات مهمة ومقدمين أكتر من مستوى. فرحبوا معنا على التليفون بسيادة اللواء شريف القماتي نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف ورئيس لجنة التجديف الشاطئية وعضو اللجنة الأولمبية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك أستاذ محمد، إزي حضرتك؟ يعني دايما بنكون سعداء لما بنشوف في تطور في رياضة مصرية، وحضرتك شايف الإنجاز اللي بيكون موجود وفي استعداد لبطولة كبيرة جدا، وكمان حضرتك قلت لنا وقلت كده وعود إن في الأولمبياد القادمة مش اللي هتكون في باريس اللي بعدها هيكون مدرجة اللعبة ومنتخبنا قادر على حصد ميداليات إن شاء الله. فعلا يعني زي ما أنا يعني إحنا هناك أون تايم كانت مطبقة طبعا فيما يتعلق بالتأديف الشاطئي والميداليات اللي احنا حصلناها سواء في بطولة العالم او في بطولة قبرص الدولية او في بطولة اخدنا برونزية بطولة عالم واخدنا فضية في قبرص وخدنا ذهبية في بطولة فليبي في ايطاليا ما فيش من شهر يعني الحمد لله. فهو التأديف الشاطئي فعلا هو بارقة الامل بالنسبة لرياضة التأديف ان احنا ان شاء الله نحصد ميدالية اولمبية ان شاء الله في لوس انجلوس. يعني هو التأديف الشاطئي زي ما قلنا قبل كده هو دخل رسميا خلاص ابتداء من لوس انجلوس بعدد ثلاث ميداليات التنافس هيبقى عليها يعني ومصر ان شاء الله ليها امل، وده واضح من خلال الفتره اللي فاتت والاداء بتاع لعيبه المنتخب الوطني خلال الفتره اللي فاتت ان شاء الله يعني. طب الاستعداد لبطوله العالم في ايطاليا بقى؟ بص احنا دلوقتي بقينا عندنا لعيبه سيدد، يعني عندنا كذا لعيب سواء عمر شريف او هنا السبكي او مريم همام او زياد سلامه، هم لاعبين دلوقتي مصنفين عالميا وبالتالي طبعا احنا عاملين لهم فتره اعداد عشان ان شاء الله نستمر على هذا النهج، وفي طول جنوة ان شاء الله نقدر ان احنا نحافظ على الاقل على احنا خدنا ثالث ورابع عالم في البطوله اللي فاتت كانت في ايطاليا برضو فنحافظ على الاقل على اللي احنا عملناه ان ما كانش ان شاء الله نجيب ميداليه او اثنين كمان يعني ان شاء الله. ان شاء الله حفاظ على الانجاز الموجود وميداليات اكتر بكتير. شكرا جدا معالي اللواء شريف القماتي، بنكون سعداء في اي انجاز موجود مع الرياضه المصريه. خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل اخبارنا. استنى اهلا بكم من جديد وجمعنا مع فقره وان شوت. نجم وان شوت النهارده هو ووتكنز لاعب المنتخب الانجليزي بعد ما كان مصاب بحاله من الاحباط وهو موجود على دكه البدلاء في نصف نهائي البطوله، ولكن فجاه لقى ساوثجيت مدربه بيندهله بيقول له يلا انت هتكون موجود، ونزل بدل من المخضرم هاري كين كابتن المنتخب وفي الدقيقه 81 بالرغم من حاله الاحباط اللي كان موجود فيها اللاعب، ولكن قدر يسجل اغلى هدف للمنتخب الانجليزي، هدف صعب جدا وكل الناس اشادوا بتسجيله الهدف، يمكن صبره وتحمله للفتره اللي كانت صعبه خليته يسجله، باين عليه جدا ووتكنز التاثر بالهدف وقد ايه كان مضغوط، ولكن قدر يمر ويعبر من اللحظه الصعبه وما استسلمش بل سجل واعطى بلاده بطاقه التاهل الى الفاينل. وقتنا خلص مع حضراتكم النهارده، شكرا جدا لحضراتكم وشكرا لكل فريق العمل، الى ان نلقاكم في حلقات قادمه، اترككم في رعايه الله، سلام.